يواجه فريق الاهلي فريق الرائد في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لكي تشاهد معنا المباراة مع علي فضل في سير ضايك وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى للمباراة المباراة ملعب كينك أبدولا سبور سيتي ستاديوم بمدينة جدة في تم الساعة السادسة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية وقطر وإمارات والساعة الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة والساعة الرابعة وعشرون دقيقة بكل من سوقية الجزائر وتونس والمغرب وسوف تنقل المباراة عبر قناة اس اس اكسترا اتش دي تجدون بث في صندوق الوصف عند بداية المباراة نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس على الكل لكي توصل دائما وتفاصيل المباراة القوية والمقبلة وفريقك المفضل بالاخص واضرب لكم موعد في, في موعد قادم